بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنحاول نسوي لنا سماد أو كومبوست من خليط بين أوراق الشجر الناشف والأخضر وسماد الدجاج عزكم الله. لكن المحاولة هي أننا بنحاول نخليه في 20 يوم بإذن الله بطريقة معينة. هذه تجربة صغيرة، إذا نجحت نبي إن شاء الله تكون بشكل أكبر. طبعا الطبقة الأولى بتكون طبقات، الطبقة الأولى تكون ورق الناشف بشكل ترطيب، ما هو بتغليف في المويه. بسم الله. طبعا عندي التانكي انا فتح له فتحه من الاسفل حتى اذا صار في زياده مياه وتري يطلع. هذه الطبقه الاولى اللي هي الورق الناشف دي معناها من تحت الشجر. الطبقه الثانيه بتكون الورق الاخضر. طبعا هذا برشيم لكنه متوسط، لا هو بأخضر ولا هو بناشف. حاول نضغط عليه بس عشان يكون متماسك وما فيه. بعد ذلك ناخذ السماد الطبقة الثالثة. بسم الله تكون هي أخفهم، أخف الطبقات ما تكون نفس الله. بسم الله. تحاول يعني نحاول إحنا نفرش فرش عشان ما يكون فيه، إحنا نبغى الحرارة هي اللي بعد الله سبحانه وتعالى يكون ينضج بسرعة السماد. نستمر إلى أعلى شيء وبعدين التغطية بإذن الله. 20 يوم بيكون فيه تقليب بعد 5 أيام تقريبا، وبعدين إن شاء الله كل 3 أيام نبي نقلبه مرة بإذن الله نشوف النتيجة. هذه تجربة ممكن تنجح ممكن تفشل. الله يوفقنا ويوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طبعا الآن بعد ما مليناها بالطبقات اللي ذكرناها، الطبقة الأولى ورق ناشف وبعدها ورق أخضر وبعدها السماد عزكم الله، تمشي زي كذا. طبعا الناشف يكون مثلا تحطه ارتفاع اي كميه بس انها تكون كنسبه وتناسب، مثلا تحط 10 سنتي ارتفاع اول طبقه، بعدها مثلا 6 سنتي، وبعدها 3 سنتي السماد، وتمشي كذا بالطريقه هذه. تخليها طبقات الى اعلى شيء، اخر طبقه تكون الناشف طبعا، وترطب كل طبقه ترطب، يعني هذه رطبه بعد ذلك نغطيها ونربطها 5 ايام، وبعد ذلك نبي نكب كامل المحتوى ونقلبه ونرجع ثاني مره. هذه اول تقليبه، بعد ذلك يصير بعد كل يومين 3 نكبه ونقلبه ونرجع لمده 20 يوم باذن الله انه يتحول الى كومبوست. طبعا السماد انا خلطت عزكم الله حمام ودجاج، وباذن الله بنشوف النتيجه. السلام عليكم ورحمه الله.